حسين. محجوز يا اخي ولا فاضي؟ اقعد يا كوثر. مش قلت لك يا ابو ساميه اقطع فريست كلاس وافرد ظهرك ورجلك ولا تقطعش بيزنس واللي قدامك يقعد على حجرك. انا اكره الجلايل حتى في العياء. يا اختي مش دي الطياره اللي راح الصين؟ ايوه يا فندم، والترانزيت هيبقى في مطار شارل دي جول. الا قوليلي كرسي المعلم ابو ساميه صح كده يا شابه؟ ممكن اشوف البوردنج بتاع حضرتك ايه؟ بوردنج ايه يا اختي؟ هو احنا لسه كلنا عشان نحلي؟ وانا اختي وحياه ابوك عايز عيش بغموز وكوبايه شاي. ارجوكي انا فرضك، انا مش هقدر اقعد جنب دول خمس ساعات، انا ممكن يجرى لي حاجه. وحياه اغلى حاجه عندك، انت كوافيرك اسمه ايه؟ وحيات اس اس. تنقليني في اي حته تانية ان شاء الله في ديل الطياره. انا اسفه يا فندم، الطياره كلها كومبليت، بس هشوف اقدر اعمل حضرتك ايه. ابويه عاوز العب جيم. اسرق ايه؟ علق دم. تلعب على ايه؟ يا اختي انت بتعملي في الواد كده ليه؟ لا دي عيال متربيه على الغالي، ودي بتعمل ايدي اخرى. طب ما يقولوا لنا نتشاهد احسن.